أول تلك الأسئلة أحدها الأخرى فيقول: شاب أراد أن يتزوج ولكن والدته أظهرت له أنها لا ترغب زواجه من تلك المرأة دون ذكر السبب إلا الكراهية، ثم تكرر هذا من الوالدة مرة ثانية عندما خطب امرأة أخرى، فما هو العمل علما أن الشاب لم يتزوج بعد؟ عليه أن يحاول مع والدته بيان محاسن المرأة الذي تدعو إلى الزواج بها، وبيان حاجته إلى الزواج، ويستعين على ذلك بأبيه أو إخوته أو غيرهم ممن له صلة بوالدة من أخواله ونحو ذلك، حتى ترضى إن شاء الله بالزواج، وحتى توافق على المرأة المعينة، ولا يتساهل في هذا الشيء، بل يجتهد في إقناعها بالأسباب البينة، ويستعين على هذا بمن تقدره والدته من أخوال أو أعمام أو أبيه أو جده أو غير ذلك من الأقارب والجيران. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له نور يسرا، فإنها إذا لم تقلع فما ذاك إلا بأسباب منه وبسيئة منه. فقد قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فليفتش ولينظر في نفسه وليتوب إلى الله من سيئاته وتقصيره، وليتربه ويفرح صدرها لما يريد من الخير، وأن يهديها لقبول ما أراد. هذا كله إذا كانت المخطوبة طيبة، المخطوبة طيبة في دينها سليمة. أما إذا كانت الوالدة تعرف عنها ما لا ينبغي، وقد نصحت له في منعها من ذلك لأنها تعرفها وأنها لا تصلح في دينها أو لأسباب وجيهة، فالوالدة تطاع في هذا الأمر، ولا ينبغي لك أن تجد في نفسك عليها، لأنها ناصحة، الوالدة لا تزال ناصحة أبدا إلا ما شاء الله، وهو قليل، والغالب على الوالد، والوالدة نصيحة ومحبة خير الولد والحفظ على ما ينفعه في الدنيا والآخرة. فاتهم رأيك وحاسب نفسك، واعلم أن الوالد أو الوالدة أو غيرهما إنما يكون منهما ما يعوق عن بعض شأنك بأسباب منك أو بتقصير منك أو بجهل منك، فإذا توافى فيك الاستقامة والنصح ومحبة الخير وأن المخطوبة طيبة وسليمة، فسوف يهدي الله الوالد والوالدة لذلك. عليك بدعاء الله أن يهدك صراطه المستقيم، وأن يشرح صدر والديك لما فيه سعادتك ولما فيه نجاتك، وأبشر الخير، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.